على حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عندنا بالتذكير دلالات الماضي دائما نعرف شلون نعرب هاي الجمله بالماضي. دلالات الماضي دائما اكو يسترداي، اكو لاست، مام، باست. من نشوف يسترداي واكو ولاست باست، باست نعرب هاي الجمله بالماضي. زين، الافعال المساعده بالماضي واز وير وديد وهاد، ومن اكو المضى لاست يعني الماضي، باست هم يعني الماضي. اوكي زين، عندنا هنا الكواكب، عندنا الاملاء مهم جدا راح نقراها. ميركوري ميركوري، مارس مارس، فينوس فينوس، ايرث ايرث، جوبيتر جوبيتر، ساترون ساترون، نبتون نبتون، اورانوس اورانوس. زين، اذا نريد ننفي مثلا was not was wasn't where weren't did didn't. دائما is نعرف احنا is مضارع ماضي، شنو was are where do did does some يعني did have had has had. اوكي عندنا احنا هاي التمارين، احنا امثله على التمارين. لاحظ هنا عندنا امثله in the past he، ايش راح اختار؟ مادام past was اختار in big restaurant. I wasn't isn't in a hospital yesterday. مادام شفنا yesterday ايش اختار؟ هنا wasn't. You هنا يقول last week، كان بالماضي. You were مادام last week معناها جمله بالماضي. In 1876 it Mr. Bell who made the first useful telephone. معناها ايش اختار؟ اختار was، لانه عندنا ميت، معناها ميت هم بالماضي. اوكي اوكي عندنا هنا الاز والار والام، دائما ايش تاخذ؟ فعل مضارع اضافه اي ان جي. زين، دلالات الفعل المضارع مستمر شنو هي؟ اذا شفنا ناو توداي معناها نعرف ان هاي الجمله بالفعل المضارع مستمر. اي ام انجلش ناو، ايش اختار؟ ستادينج، لانه اكو ناو. دلالات فعل مضارع مستمر شنو هي؟ ناو توداي. She is new back today. عندنا today اليوم buying. They are in the mall. They are تاخذ إضافة الفعل بها إضافة ing shopping. Today عندنا today we are today اليوم reading. He is now. He is playing. أكو now أكو today أكو now. هاي دلالات المضارع المستمر. Okay. زين، إذا نجي على in the future، in the future المستقبل البسيط، نقول هنا يستخدم الحديث الفعل أو حدث في المستقبل. حسب القاعدة دائما نقول فاعل زائد will زائدة ورا will، شنو يجي؟ فعل مجرد تكملة الجملة. شنو هي دلالات المستقبل؟ من نشوف tomorrow next I think، هاي tomorrow غدا، next القادم I think، in the future هاي كلها دلالات المستقبل. مثلا هنا شوف المثال I will buy jacket، I will buy jacket tomorrow. She will read a story next week. He will go to the mall tomorrow. I think I will be a doctor. I think tomorrow next week. هاي كلها دلالات المستقبل اللي يسموها future. In the future دلالات المستقبل شنو؟ tomorrow next I think in the future. اوكي ماشي نجي will، اذا انفيها شي يصير will not. will عند النفي يصير won't. will not انفيها شي يصير won't. I will not be an engineer. I won't be a teacher. يعني will not انفيها شي يصير won't. هنا I will a teacher. I will شختار be فعل مجرد. I will buy فعل مجرد. She will go يعني ورا will شنو يجي؟ فعل مجرد. اوكي زين، will شنو اختصارها؟ هيجي نحذف ال W وال I. احذف بخلي بداله فارزة. اوكي زين، لاحظ هنا
هنا عندنا نفس الشيء، هنا عندنا المقارنة والمفاضلة. هاي بعدين أسوي لكم إياها، لازم فيديو خاص على مدة أسوي لكم المقارنة والمفاضلة. فأنا قريت هاي الأشياء، قاعدة جدا مهمة على مود أنتوا شوفوها. عندنا المقارنة والمفاضلة فبعدنا، فأتمنى تستفادون من هذا الفيديو. ماشي حبايبي؟ زين، لاحظات عندنا هم، ها عندنا كيفية استخدام الحروف الجر. خلي أقرأكم هذا. الأون، ها استخدامات حروف الجر. الأون، الإن والأون آت. أون 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 مع شنو؟ مع التاريخ ومع أيام الأسبوع. أون 7th April وأون Sunday. إن إن مع شنو؟ مع السنين. إن 2018 ومع الأشهر. إن January. الآت مع الساعات، مع أعياد، مع الأعياد ومع عطلة نهاية الأسبوع. مثلا نقول at at 4 o'clock at eat الفطر at the weekend. من أكو weekend هم استخدم at، عطلة نهاية الأسبوع هم استخدم at. زين، أما from to نستخدم from do، نستخدم مع مدة محدودة بين يومين أو شهرين. مثلا نقول from Sunday to Tuesday، from April to June. يعني from to استخدمها ما بين يومين او شهرين، تستخدم مع مدة محددة بين يومين او شهرين او سنتين، بين يومين او شهرين او سنتين. زين، from Sunday to Tuesday هاي يومين، from April to June هاي شهر، from 2007 الى 2009 يعني بين سنتين، بين شهرين، بين يومين، هاي from to. اوكي زين، هاي بعدنا احنا اضافه ing. هاي بعدين انا اسوي لكم اسوي لكم الفيديو عن المقارنه والمفاضله. تحياتي لكم والله يوفق الجميع.